يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. تعالوا بقى عشان نتكلم وبالتفصيل عن مباراه الامس وعن اللي جاي ان شاء الله والماتشات المهمه للاهلي بصددها الفتره اللي جايه ان شاء الله. طبعا ماتش امبارح كان مليان تفاصيل كتير هنحب نتكلم فيها على مستوى التشكيل، على مستوى الاداء، على مستوى التحكيم. هنتكلم في كل الكلام ده واكتر مع زميلنا العزيز الناقد الرياضي خالد الاتربي رئيس القسم الرياضي في جريده الشروق. صباح الفل عليك ومنورنا. صباح الفل يا كريم، نوركم. صباح الفل، نوركم دايما في 10 صبح في الاهلي. حاول صباح النصر بس بحزن، يعني لو تسمح لي حزن بسيط. خليني أتكلم بصراحة، أكيد كلنا سعداء بالفوز، ولكن إحنا برضو كنا كجمهور متوقعين أداء شرس من البداية، أفضل من كده، خصوصا زي ما أنا قلت في المقدمة مع أو بعد فوق الخسارة من سيمبا. ده اللي كان منتظره أو متوقعه الجمهور. خليني أعرف منك، شفت إزاي المباراة أمس؟ طيب حلو، أنا همسك كلمة كجمهور. كنا يعني كنا متوقعين كجمهور، ودايما احنا بنقول القريب في الموضوع غير البعيد شويه. فكجمهور طبعا احنا كنا منتظرين اكتر من كده، انما كمسؤولين كناس مسؤوله بقى وقريبه شويه من المسؤولين، هنعرف ان كمسؤولين جوه النادي الاهلي كانوا عارفين ان في بعض الحاجات او بعض المؤشرات كده اللي بتقول ان لسه الامور شويه. لولا كده ما كانش الكابتن محمود الخطيب ولجنة التخطيط قبل المباراة قعدت مع اللعيبة وقعدت مع الجهاز الفني وتكلموا وتعشوا، وكان في إطار قبل الإطار الأسري، كان في إطار إن احنا بنتكلم على المرحلة الصعبة اللي جاية. أيوة. المرحلة الصعبة اللي عديناها. إذن لو احنا كنا متوقعين إن الأمور سهلة كجمهور، المفروض إن احنا كنا نعرف وعندنا دلالات ومؤشرات ان جوه النادي شايفين حاجات احنا مش شايفينها، في صوره مختلفه يعني طبعا. غير اللي احنا مش شايفينها ليه؟ لان دايما المسؤول بيبقى يبص لقدام، شايف ان في حاجات ممكن مقدمات تؤدي الى نتائج. أيه. الجمهور شايف، خد بالك دي عشان بس نكون حاطين قاعده واحنا بنتكلم، ان دي مش مبررات اللي احنا بنتكلم فيه. احنا ما بنبررش حاجه، انما احنا بنقول واقع. كمسؤول جوه النادي الاهلي شايف، مش انا طبعا المسؤول، انا بقول بشرح وجهه نظر المسؤول، ان في بعض الظروف الفتره اللي فاتت خلت ان الاداء متراجع شويه. في الخساره من سيمبا امبارح موسيماني قال حاجه مهمه جدا، قال صعب جدا او من الصعب انك تستعيد كل قوتك في مباراه بعد دوري الابطال، انك تكون خسران. النادي الاهلي ما بيقبلش عقيده الخساره بسهوله وبسرعه، انما الظروف اللي كانت محيطه بالمباراه خلت ان الاداء يكون شويه قدام طلائع الجيش مش المنتظر. انا واحد من الناس كنت زعلان شويه، لان النادي الاهلي لابد ان يكون في المباريات اللي بيلعبها ايا كانت الظروف ليه الرياده، ليه السياده، هو اللي يكون اكتر حده بدنيه، هو اللي يكون اكتر شراسه هجوميه، هو اللي من اول لحظه في المباراه هو اللي بلغه الكوره راكب الجيم زي ما الناس بتقول. بس ده ما حصلش، كان العكس كان صحيح. ما حصلش، لا ما حصلش، هو ما حصلش. مش هنقول الاسباب، انما نقول ان في بعض الحاجات الفنيه او المقدمات كانت ممكن تقول كده. يعني شايف ان كان في اجهاد كبير على بعض اللعيبه في مراكز معينه، في مراكز حساسه لو انت ما بتلعبهاش بكامل قوتك هيبان قدامك الفريق المنافس اعلى شويه. وطلائع الجيش اول مباراه امبارح بلغه الكوره كانت مباراه رزله شويه. ليه؟ لان عندك المنافس اريك بشكل كويس، اري انك حمدي فتحي في نص الملعب وعمرو السليه برضه في نص الملعب، هو المفروض صمام الامان واللي بيبني عليه الكوره كلها هو نص الملعب، وهو الرابط اللي بين الدفاع والهجوم هو نص الملعب. وبالتالي لما يكون مجهد ويرمي عليك هو ثلاث اربع لعيبه قوه بدنيه كبيره، ده اكيد هيكون مؤثر. اللي زود الامور شويه ان احنا على الرغم ان ده بان في النص ساعه الاولى ما كانش فيه تدخل سريع. شايف من وجهه نظري ان في الاوقات اللي زي كده لابد انك تقلل من مشاركات بعض اللعيبه المجهده. طبعا الجهاز الفني هو شايف اموره وشايف اوراقه، احنا بنتكلم زي ما بنقول من بره، شايفين من بره ان مثلا كان اليو ديانج ينزل بشكل اساسي ويريح حد من الاثنين الديفندرات اللي موجودين، لانه مش تقليل منهم قد ما هو لعبوا مباريات كتيره، شالوا الفريق في مباريات كتيره الفتره اللي فاتت. ديانج وطاهر يعني، لا انا بتكلم على النص الملعب الدفاعي، انا بتكلم على ديانج ممكن كان حمدي فتحي يريح، عمرو السوليه يريح، انما برضه هو بوجهه نظره
يعني في عرف كرة القدم من قديم الأزل مفيش فريق في الدنيا بيبقى على طول فايز وعلى طول هو المسيطر وعلى طول هو المتسيد الموقف. تمام. بس احنا كجمهور النادي الأهلي متوقعين ده الحقيقة دايما من لعيبة النادي الأهلي. ايه اللي بيخلي الموضوع ده يتكرر؟ ان انت تشوف احيانا، انا مش بكلم على ماتش طلائع الجيش ولا على فكره ولا على سيمبا، انا بكلمك على المبدا نفسه، ايه اللي يخليك تشوف فريقك بشكل متكرر بيقدم اداء اقل وصف ليه انه اداء متواضع ولا يليق بامكانيات اللعيبه نفسها، اخدم في الاعتبار ان طبعا بيبقى في فترات زمنيه قصيره بين كل مباراه والتانيه، وخصوصا لو كانت منهم مباراه افريقيه ومباراه محليه. بس لما الموضوع ده يتكرر اكتر من مره، مرة هنقول ان نتيجة الإجهاد وما لحقوش وعدد ساعات السفر وكلام، مرة نتيجة ان في اصابات وما لا هو اللي حصل متكررة. بالضبط لا هو اللي حصل بالضبط من مباراة سيمبا ثم مباراة طلائع، والاثنين انا شايفهم ان هم مرتبطين شوية مع بعض ومتراجع، يعني الاداء متراجع شوية، لانك انت اللي عودت الناس ان النادي الاهلي زي ما قلنا في الاول ان هو المتسيد المباراة، فلما بتلاقي في مثلا مباراة امبارح النجم المباراة كلها بتاعتك هو حارس مرمى النادي الاهلي، ده ما بيكونش موجود مع احترامنا الكامل لمستوى فريق طلائع الجيش. الشناوي ما بيكونش نجم المباراه الا في المباريات الكبيره قوي، يعني لما بتلعب منافس قوي طبيعي انه يروح عليك اربع خمس كرات. النادي الاهلي متعود على كده، يعني ما بيلعب، ونادرا لما بتلعب فرق بتهاجمك، لان النادي الاهلي مش متعود حد يهاجمه. على فكره ده موضوع مهم، النادي الاهلي مش متعود ان حد يهاجمه، ما بالك لو حد هاجمه وهو بحالته البدنية المتراجعة شوية نظرا للإجهاد. والإجهاد على فكرة ده من وجهة نظري مش مبرر، كان ممكن تطعيم بعض العناصر ان هما ينزلوا على مدار مثلا المباراة الطلائع، كان في عندك عناصر فريش شوية انها كانت ممكن تشترك، انما هو ممكن يكون شايف برضه حط في دماغه انه مش عايز يقلب كيان الفريق بشكل كبير، ولو ان لازم ده يحصل في المباريات اللي جايه، لان كتر الضغط على اللعيبه الموجوده او عناصر معينه بحد ذاتها لازم تلعب في كل الاوقات، ده ممكن يخسرك اللاعب ويخسرك بعض الحاجات في الريتم خلال الفتره اللي جايه، فلازم يكون في تدوير محسوب، لان عدم وجود تدوير او اضطرارك على التدوير، في فرق كبير جدا انك تعمل التدوير بدماغك وبمزاجك، وفي فرق انك تكون مضطر. لو انت بتعمل التدوير بمزاجك هتعرف فلان هيلعب امتى وازاي، انما لو انت فضلت مصر على عناصر معينه بتجهدها بشكل كبير جدا هتكون في وقت معين مضطر، اللاعب اللي تعب او اللاعب اللي اصيب غصب عنك هتلاعب مكانه لاعب طبعا بعيد تماما عن المباريات، فهنا هتعمل التدوير غصب عنك ويكون نتائجه مش كويسه. احنا ليه بنتكلم كده؟ يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. وقفنا في كلامنا مع ضيفنا العزيز الاستاذ خالد الاتربي عند تفصيله او عند نقطه اجاييه اللي كان فايق جدا امبارح واللي عمل شغل كبير امبارح وعوده قويه بعد فتره التوقف. يعني انت رؤيتك ايه لاداء اجاييه امبارح؟ طبعا بس في جزئيه كده قبل ما نروح لشريف، انا قلت هو احنا بنقول كده ليه، لازم ارجع لها بس الاول. بنقول كده ليه لانك انت النادي الاهلي، الطبيعي لازم يبقى شكلك افضل واحسن، بس لازم نقول للناس برضو ان مفيش فريق بيفضل طول الوقت قطر سكه حديد ماشي كده، لا لازم يكون في اهم حاجه انك بتقدر تحقق اهدافك. يعني في ايجابيات كتيره امبارح لازم نتكلم عنها، اولا الحفاظ على انك لحد الدقيقه الاخيره بتقاتل زائد 90 زي ما بنقول طبعا. دي لسه موجوده والحمد لله هتفضل موجوده، لان دي او ده روح النادي الاهلي ودي روح النادي الاهلي. محمد الشناوي وتالقه وده هنتكلم فيه كتير، اجاي وهنتكلم فيه كتير زي ما حضرتك قلت، انما في المجمل ده الطبيعي ده الصحي. احنا النهارده كسبانين وبتكلم في بعض النقط اللي المفروض شايفين اللي هي عايزه علاج، احسن ما نفضل نقول في حاجات والدنيا وردي والدنيا كويسه، لا الدنيا هتفضل كويسه طول ما احنا بنعالج واحده واحده، لان هي دي الفرق الكبيره وهي دي الانديه الكبيره. في فرق بتتعادل وبتخسر وبيقول لك احنا خسرنا باداء مشرف، ده ما ينفعش في النادي الاهلي. بينفع في بعض الاوقات زي مثلا قلناها في مباراه بايرن مثلا، فبتلعب في حاجه عالميه بتلعب بفوارق كبيره جدا، انما مش في كل الاوقات بتقول كده، انما انت بتكسب النهارده وبتقول عندنا 1 2 3 4 يمكن حد
يشوف ان في توافق بين كلامنا وبين الارض الواقع فيبدا انه يصلح يعمل تدوير او يعمل حاجه. فكان لازم احنا نقول احنا بنقول كده لان احنا طبعا مبسوطين ان النادي الاهلي كسب، مبسوطين ان النادي الاهلي ماشي في طريقه على ان هو يكسب الماتشين الجايين ياخد القمه قمه الدوري زي ما هو متعود، كسبان بعد خساره وداخل على مباراه مهمه قدام فيتا. فده المجمل او دي الصوره اللي لازم تتقدم ولازم نعملها خلال الفتره اللي جايه. ندخل بقى على أجاي. أجاي الواضح قدام الناس انه كان لاعب مصاب، رجع كاس العالم للأندية دلوقتي بقى النجم بتاع الفريق. انما علشان اصلا في قصه كده لطيفه او نقول ملهمه بالنسبه لأجاي طول الفتره اللي فاتت دي كلها. أجاي اول ما اصيب في مباراه نهائي القرن خلص بالقضية يعني الزمالك، ان حصل له قطع او خلع في الوتر الوحشي. التشخيص الاول من كام دكتور ان أجاي لابد انه يعمل عمليه جراحيه، يقعد تقريبا 3 شهور ونص عقبال ما يرجع، وده معناه انه مش هيشارك في كاس العالم الانديه. ده كان بالنسبه لأجاي بنقل كواليس الصوره يعني حقيقيه حصلت. حتى انا بنقلها ليه؟ لان حد في النادي يعني كنت في مساحه من الحوار بيننا بتكلم معاه لما أجاي قرب يرجع، فبقول له انت عارف اللي مضايقني ايه؟ قال لي ايه؟ قلت له ان الناس أجاي بالنسبه للناس، لان احنا كنا عارفين الخطوات ماشيه ازاي. قلت له ان أجاي بالنسبه للناس لاعب اصيب ورجع، انما ما حدش عارف الكواليس ان زي ما بقول لك انه كان منهار جدا لانه مش هيشارك في كاس العالم الانديه، لان كان حلمه الكبير جدا انه يشارك في كاس العالم الانديه. ففي التوقيت ده ظهر راي طبي جوه الجهاز الطبي، وده كان الراي الاقل شويه. طب ما ممكن نعمل علاج تحفظي. أجاي مسك في الكلمه دي، مسك في الكلمه دي ومسك في الامل، وهو امل يعتبر ضعيف بالنسبه له، لان وارد جدا انه ما يلحقش برضه، لان امكانيه انه يلحق بالعلاج التحفظي يعني زايده بنسبه 5% مثلا او 10%. هو مسك في دي، حتى لو كان ممكن يتاخر اكتر، لو دي فشلت كان ممكن يتاخر اكتر من 3 شهور ونص. هو يعني كان هو مسك في دي أمل، واثناء ما هو بيعمل ده والمفروض ان هو عنده وقت قليل جدا، اثناء ما انا بقول لك كواليس اول مره على فكره، واثناء ما هو بيعمل ده غاب تقريبا 6 أيام عن البرنامج بتاعه، لانه كان ساعتها ابنه عنده اشتباه في فيروس كورونا. خالد بقى لا مش خالد تقريبا، يعني هو يعني ابنه اللي انا بغض النظر عشان انا عارف مش عارف مين بالظبط يعني. المهم في نفس التوقيت قاتل، ودي كانت في مصلحته على فكره بالمناسبه الراحه دي الالهيه المفروض يعني، لحد ما وصل انه قبل يشارك في التدريبات الجماعيه، قبل السفر يمكن باسبوع، قبل القايمه، قبل قائمة كاس العالم الأندية ويتحط في كاس العالم الأندية. وكان ساعتها الكابتن سيد عبد الحفيظ بيقول ان أجاي بيقاتل، وهو فعلا كان بيقاتل عشان يشارك في كاس العالم الأندية، والظروف برضو تسمح لأجاي ان حسين الشحات يتوقف وان الكهرباء يتوقف وان كل ده يحصل، وأجاي برضو يشارك في كاس العالم الأندية. مكتوباله هي مكتوباله، فدي تبقى نقطة تحول بالنسبة له. والنهاردة او في مباراه امبارح في مباراه راعي الجيش، هو اللي يكون البطل الاول بالنسبه لك، هو اللي بيقاتل، هو اللي بيهاجم في التوقيت اللي كانت في ناس بتطالب ان أجاي يمشي. وهنا بقول في اوقات وفي الانديه الكبيره في حاجه اسمها لاعب يشيلك ولاعب تشيله. ان في الحالات اللي زي كده في لاعب تشيله شويه ويشيلك شويه، ده لازم تحافظ عليه، ده لازم يكون موجود معاك لانه عارف امتى كويس قوي، مش عارف يعني ايه بيلعب في النادي الاهلي، وان وجوده في النادي الاهلي ليه دور ان هو في اوقات معينه يظهر كده زي البطل، وهو اللي يكون بطل. احنا بعد البطوله ما تخلص وبعد ما تتوج انت بالدوري ان شاء الله، هتقول ان مباراه طلائع الجيش اللي أجاي كان ليه دور فيها، ومباراه الفلانيه كان ليه دور فيها وهو كان البطل. عشان كده بقول لك ان اللعيب اللي زي كده تشيله ويشيلك طبعا تستحمله، انما اللعيب اللي يفضل متداري فيك على طول ده على طول بيمشي ما بيقعدش. ليه؟ لان النادي الاهلي محتاج ده، محتاج انك تشيله ويشيلك. بس يعني لطيفه جدا المعلومات اللي انت قلتها يا كواليسك يا خالد. دايما عندك قصص حقيقيه لطيفه جديره بالذكر تتقال في الاوقات اللي خلاص بقى عارف اللي هو ما يعني ما ينفعش انك ما بديهاش يعني لازم تتقال تظهر دلوقتي. الشناوي لازم نتكلم على التطور الكبير
لمحمد الشناوي. محمد الشناوي في الانفرادات من وقت مش بعيد قوي كان في حاجه معينه كانت بيعملها الشناوي عارف، ودايما مش الشناوي بس معظم حراس العالم لما بيقف في نص الملعب، لا المهاجم بيقولوا بلغه الكره كده بيلبس الحارس ضربه جزاء، بمعنى ان هو لما يكون رايح يروح يكون رايح منفرد فغصب عن الحارس بيروح مندفع طبعا، فيلمس في رجل المهاجم فالموضوع بيخلص الحكم يصف منهم. المره اللي كان على ركبه كمان صد فيها الشناوي لو الناس تركز في اغلب اوقات الاوقات اللي زي كده كل تحركاته، ودي سرعه بديهه كبيره جدا وتطور فيها بشكل كبير جدا، انه دايما بيكون باعد ولازم يكون عامل حركه موضح للحكم انا بعيد صح، بس في نفس الوقت من الاول خالص بيتحرك يقفل الزوايا على المهاجم ايا كان، لازم في اي وقت من الاوقات هتيجي جون، في يعني وارد جدا طبعاً. المفروض طبعاً. اي انفراد بنسبه 70% يدخل جون يعني بنسبة المفروض كده المفروض مع الشناوي الحمد لله ده قل، وكمان نسبه ضربات الجزاء قلت، وده طبعاً. الحارس اللي بيتعلم من اخطائه واللي بيطور نفسه هو ده اللي دايما بيكون في المقدمه، عشان كده بتشوف ان الشناوي بيبقى اوقات كتير جدا هو البطل بتاع الماتش بتاعه. ليه؟ بالتعليم والتطوير وانه بيجتهد. احنا بنقدم للناس نموذجين اللي هو اجاي والشناوي، يعني ايه لاعب ممكن يطور نفسه مهما كبر سنه، لازم يطور نفسه. دي رساله لكل اللعيب على فكره، انت مش موظف، لاعب الكوره لاعب مبدع لازم يشوف النقص عنده ايه، لو شايف جسمه ضعيف شويه يقويه، لو شايف ده لعبت النادي الاهلي وكل اللعيبه لو عايز تستمر في الاهلي، يعني مش فكره بس انك انضميت للاهلي ان انت أو كده خلاص، لاعب بشكل عام يعني لازم يكون او في الملعب بشكل عام أكيد. ده شغلك أكيد. ده التطبيق الاحترافي زي ما بيقول قدامك بيحصل. عشان كده ده هتلاقي مثلا واحد زي كريستيانو رونالدو لسه موجود، هتلاقي واحد مثلا زي زلاتان ابراهيموفيتش موجود، في حين مثلا ان في ناس كانت زملته واعتزلت بقى لها 12 سنه. فده الفرق، ده الفرق بين اللاعب المحترف الناجح، ممكن يكون عندي مهارة كويسة أوصل لجزء معين أوصل لمكان معين، إنما بعد كده بفشل. فالنجاح إنك تحافظ على المكان اللي أنت فيه وتعديه، ما توصلش للقمة وترجع تقعد في القاعة وتقول أنا نجحت في يوم من الأيام. طيب خليني أروح معاك برضو يا خالد، يعني اللي فات خلاص إحنا دايما بنحب نتكلم على اللي جاي، عندنا مباراة يوم السبت، يمكن المباراة أمس يعني ليها أكيد يعني كواليس، وزي ما أنت قلت لنا بعض النقاط برضو يمكن الجمهور بيشوف بزاوية، الكواليس الحقيقية أو الصورة الحقيقية ممكن نكون مش واصلة لنا. ولكن على الصعيد الثاني قبل ما أقفل الملف بتاع امبارح، لما كان في مؤتمر صحفي الكابتن عبد الحميد بسيوني هو تحدث إن إحنا بنلعب يا جماعة ثالث العالم، وإحنا فخورين بالأداء اللي إحنا قمنا بيه، واحنا يعني بنلعب بخصم قوي جدا ده النادي الاهلي، وتحدث بهذا الشكل امبارح في المؤتمر الصحفي. احنا بنامل ان شاء الله احنا كجمهور اهلاوي يوم السبت يبقى في اداء مختلف. هل بتتوقع يا خالد يوم السبت الجاي هيكون في اداء مختلف فيما يختص تحديدا الشراسه في البدايات، يعني الروح اللي احنا عارفينها عن النادي الاهلي هو الضغط من الدقائق الاولى، هل ممكن نلاقي ده يوم السبت ان شاء الله؟ اتوقع ده باذن الله، لان كمعلومه اللعيبه نفسها كسبت امبارح طلع الجيش، انما هم زعلانين زعلانين. لاعب النادي الاهلي متعود انه على فكره، ما هو ما فيش فرق بين لاعب النادي الاهلي والجمهور والاداره، كيان واحد، كلنا جمهور على فكره، كل اللي في المنظومه جمهور صحيح. وكل الناس بيتمنوا، واللعيب نفسه بيتمنى انه يكون بيستمتع وهو في الملعب. لعيب النادي الاهلي بيحب انه يستمتع ويحب انه يقدم اداء، وبتلاقيهم بعد ما بيقدموا مباريات كويسه بيكونوا مبسوطين بنفسهم ويشيروا على الانستجرام وتويتر، وده على فكره وده شيء موجود في كل العالم، مش بدعه يعني اللعيبه بتعملها، انما اتوقع ان ده يكون دافع. احنا كنا متوقعين ان ده بعد مباراه سيمبا يظهر قدام طلائع الجيش، انما خلينا نقول ان برضو قدامنا وقت كويس قبل مباراه فيتا، من النهارده قدام مباراه فيتا نعالج بعض الحاجات، نسترجع قوانا شويه، لان اللعيبه فعلا منهكه ذهنيا وبدنيا. في جزئيه كمان مهمه، في انا بتابع كويس جدا على السوشيال ميديا سواء من خلال قناتي على اليوتيوب او على تويتر او فيسبوك، في مش انقسام، في رايين، راي متحفظ جدا على الهجوم او الانتقاد
للجهاز الفني وللعيبه وده ليه اسبابه. الراي الثاني بيتكلم على انتقادات لازعه، خلينا نقول لازعه، نقول احنا بننقل نبض الجماهير، لازعه للعيبه وللجهاز الفني. انا بس عايز اوصل رساله مهمه جدا. موسيماني بقاله تقريبا 5 شهور مع النادي الاهلي، وهرجع لحواره الاخير، ان انا دايما بالنسبه لي ليه مرجعيه. الراجل اتكلم واتسال تطبق ادواتك كلها امتى، ونشوف الكوره اللي كانت بتتقدم مع صن داونز ازاي في النادي الاهلي، لان صن داونز معروف انه بيلعب كوره على الارض، بيلعب كوره بسرعه. يعني فتره موسيماني كان متالق برضو، خلينا بالزبط. نقولها يعني خلينا بس الناس شافت النسخه الكويسه قوي من صن داونز، انما موسيماني قعد فترات طويله مع صن داونز، اكيد كان ليه مباريات متراجعه، اكيد كان ليه مفيش مدير فني في العالم بيفضل ثابت على جزئيه معينه، ولا فريق بيكسب على طول، غير زي ما قلنا قبل كده في البلاي ستيشن. يعني خلينا نبقى واقعيين، بس دي جزئية. يعني الجزئيه الثانيه، الراجل قال لك انا بقالي 5 شهور، 5 شهور هنا، جيت على نصف نهائي بطوله قاريه بالظبط، غايب عن حاجه معينه، عديته، لقيت نفسي في نهائي قدام الزمالك، وده ما بيتكررش كتير، فضغط عالي نفسي على اللعيبه. بص الانفجار بالنسبه للعيبه بعد الفوز عامل ازاي، المعنوي كل ده بيأثر. دخلت على بطوله كاس مصر، دخلت على كاس العالم الانديه، رجعت في مدعكه بتحصل في الدوري وفي بطوله افريقيا. فانا عايز اسال فين الوقت، هو راجل بيقول كده، فين الوقت اللي افرض فيه بقى سياستي؟ أيوة. انما هو أيوة. في الاول وفي الاخر في التوقيت اللي احنا فيه يوصل للهدف. بس على فكره، ما هو برده الفتره الجايه ما تقاليش هتكون متاحه قدامه بشكل كبير، فيها يعني ضغط الاوبشن ده برده مش متوفر قوي. ما هو في نفس الوقت هو راجل ماشي بيصلح، راجل هو مضطر ان هو بيتصلح، اكيد وانت بتصلح حاجات او بتفرض سياسه معينه اكيد بيقع منك حاجه. اكيد بتلاقي نفسك، وانا عارف ان في قرارات هو ده، انا عارف كمعلومات يعني هو خد قرارات وبيراجعها، وخد وشاف انه اخطا في بعض الاوقات وبيراجع وبيحاول يصلح. ده مقبول جدا، كلنا كده في اماكن. انما في الوضع العام انا بالنسبه لي النادي الاهلي في مكانه الصحيح. من حق الجمهور انه يقلق لما يشوف الفريق متراجع مثلا اداء، انما اختلف مع اي حد بيقول موسيماني. لا، انا شايف ان موسيماني مشروع وتجربه لابد انه يستمر وياخد وقته، علشان انا ما بحبش على الصعيد وجهه نظري ما بحبش اللوم على المدير الفني والتقطيع فيه في كل الاوقات، وان اروح بتفكيري لا ده لازم يمشي، ده لازم، ده بيتقال. ده كلام غير عقلاني يعني بصراحه. يعني لو تفاصيل اللي خالد بيقوله بيحصل، ما هو بيحصل، بس كلام غير عقلاني ان هو يطرح اصلا. يعني زي ما انت قلت، الراجل جاي في فتره صعبه وفي ضغط، ومش بس ضغط على اللعيبه كمان، هو ضغط عليه هو شخصيا. احنا يعني بنطرح كل الكلام اللي بيتقال وبنتناقش فيه، علشان دي مهمتنا الاساسيه، اللي هو الناس الراجل بيقول لك انا عايز وقت وصبر، فنحاول نصبر شويه لان الوضع مش مزري، الوضع كويس. احنا قدامنا لينا مباراتين مؤجلتين نكسبهم الاول، لينا مباراه جايه قدام فيتا اكسبها الدنيا تبقى كويسه، فالامور باذن الله ده يحصل فعلا. ربنا يصلح الحال وكل ده يتحقق ويحصل ان شاء الله الفتره الجايه. وكالعاده بنسعد بوجودك معانا يا خالد، ربنا يخليك، نورتنا وشرفتنا. واثقين في مديرنا الفني، واثقين في لاعبتنا، باذن الله الفوز يكون يوم السبت. ويعني وزي ما انت قلت يا استاذ خالد، فعلا احنا محتاجين وقت وهدوء. هي الجمله دي اللي حلوه نختم بيها.